اولا اميغوس، مرحبا بكم في الحلقه 15 من برنامجكم ريفيو راب، البرنامج اللي تنشرحوا فيه التراكات اللي مزيانين. وبطبيعه الحال كما شفتوا من العنوان غادي نديروا ريفيو للتراك ديال دريم ديال المونس. المونس انا تيجيني من احسن روابط في المغرب اللي غادي خطوه بخطوه وعارف راسو اش تيدير. شكرا على التفاعل ديالكم مع لي فيديو الاخرين، زيدوا بارطاجيو لاشين راه باقي جايين شي لعيبات للهربه، وغدا ان شاء الله غادي تلاح التراك ديال الفرده واللي سميتو ريسبكت، وغادي تلاح حتى التراك ديال قرطاس نسا واللي سميتو سوبر بيتش. إلا بغيتونا نديرو ليهم الريفيو بجوج خليونا واحد 1500 ولا 2000 لايك في هذا الفيديو هذا، وغادي نديرها لكم ان شاء الله. وإلا مازال ما تابونيتيش، مرحبا مع لي زاميغوس، دير ابوني وما تنساش تفعل الكلوش باش توصلك النوتيفيكاسيون انت الاول وتتفرج في لي فيديو. هادشي اللي كاين، خليونا نبداو. اول حاجه، دريم هو الكاتريام اكستري من الالبوم ديال تيتي واللي فيه 10 ديال التراكات، وكل مره غادي تلاح تراك في سبوتيفاي عاد غادي يقدر يدير ليه كليب ولا اوديو في يوتيوب. بالنسبه للتصويره ديال الفيديو ما فيها شي حاجه لي سبيسيال، بحيث ان كاينين غير لي زافيش ديال الالبوم ولافيش ديال التراك هذا دريم، ولافيش ديال التراك يا رايح، ولافيش ديال التراك ديال باي، والكليب ديال لاباس فيتشرينغ مع الرابور الجزائري في الدوزين. غير المزيكا كطلق تبوغا كطلع، حنا جبنا راسنا لانتا مازال غا كطلب. غلقت البير دار بساطة كتقنطرك قبلو حياتي راس مغيط رجوانا اللي كنطلع. بالنسبة للرفنة تيبدأ بأن المونس قال على أنه ما تيجيعش الوقت في أنه يبقى يلحس في هذا ويسب هذا باش يطلع، ولكن مش أخدم على راسه وتحك مع التراكات، وهذا الشي اللي خلاك تشوف المونس في هذا النيفو هذا. وقال على أنه رسم الطريق ديالو وعارف راسه فين بيوصل. خلاتني جا صحابي ضرب بيهم لحسابي، تلقى بنادم فاشل وكلقى راسه محساد، وخا غي حرفو محني كيحتارم قساد، وانا عايش نحقق حلمة مرة ضحك مرة ساد. واحد اللعيبة أخرى اللي كون كملها كان غادي تبان مزيانه، بحيث ان شرح دريم بحيث ان الحرف ديال دي قال على انه هو الدنيا، و ار تتعني هي الراب، و او تتعني هي الاحترام، و ا ما دارهاش، و ام اللي يقدر يكون قصد بها هي الاي كي اي ديالو اللي هي المونس. الا جمعتي هاد الحروف هادو كاملين غادي يعطيك هي كلمه ديال دريم. بابا كيسول اش كندير اش كندير، وانا غير ما راسي مطايف فتني جنون اللي طايف، وربي اللي عالم اش كنبيع اش كنبيع، حياتي بغات اللي طايف ماشي داك اللي طايش. الله يسمح لينا من الوالدين هاد اللعيبه هادي اللي قال فري، بحيث ان باك ديما تيسولك اش تدير، بحيث ان الوالدين الا ما شافوكش خدام في شي بيرو ولا تتفيق مع الصباح راه ما خدام ما والو، وهي تضيع في مستقبل. وقال على ان الحشيش تيعاونو باش يطير وينسى العالم، اما بالنسبه للسطر الاخر بيعني به على انه الحياه تتعطر فيه بالناس اللي مكرفصه ومدوز بزاف ديال التجارب. واخا الحلم كانت بعيده عمر صوتي ديك الله، اليوم نسوق وحدي داك بالارض نبيك الله، داني دوين بعيد قال لي شاني بالا ما سوقيش فيك تعيش، المهم انا ندير دالله. انه هذا الشيء اللي وصل ليه واحد النهار كان تيبان ليه انه بعيد وما عمره غادي يوصل، وقال على انه زعما راه خدم وتقاتل باش يوصل لهاد الشيء هذا. والاهم هو انه كان تيقنع بداك الشيء اللي كان تيجيه لا من الراب لا من الفلوس ديال الراب لا من لي فيوز اللي كانوا عنده في الشين ديالو ولا حتى لي فان والتفاعل اللي كان عنده مع لي فيديو. ان الحلم ديالو وصل دابا لواحد البلاصه اللي خلاته ما يتسوقش لبنادم، والحاجه اللي مركز فيها دابا هي كيفاش يدير الفلوس. كان تيخش الشيطان كان تيقول غير في الله، واخا يبان لك الشيطان غالي بحال كاس البلاط. هنا بغا يقول على انه دار تيقته في الله وما مشاش في طريق الحرام، واخا كانت تتبان ليه سالكه وفيها الصرف ديال بصح. هادشي علمني نختار بين الجنه وبين النار، كنعرفو غندير اللقب بحال الليل بحال النار. من وراء هادشي هذا اللي وقع خدا واحد الخلاصه على انه خدم بالليل وبالنهار وتقاتل غادي توصل قداش ما كان الحلم ديالك. ويا شابة ويا شابة سنعود بعد قليل. عادي بانو عباطة بكارير متقوبة كي اللي عادي زكية نيكيك في سطح مع ثلاثة الليل. لمنا نضحكو بزاز حيت ما دايما شاد الحياة تفكر لي كان حي وما تعلمنا نسكتو بزاف، شحال من حاجة جات ومشات عشنا معاهم وسط الشات.
بعد ما رجعنا من هذا الفاصيل هذا قال على انه الحياه ما ديماش، وعلى انه الا بغيتي توصل فيها خاصك الخدمه والسكوات وما تربيش الكبده على شي حاجه كيف ما كان. فناش بوسط الطابه اش بوسط الطابه بقيت عشراني الناس كيحلم يوصل للناس عاشو حقاده وديما مرويت قاده وديما مرويت قاده كل النهار كنطول من بيتي نشوف الكروسه واش غاد زعما فاش برمج جوان وتكيف فهم بزاف ديال العيبات ومن هاد العيبات هادو على ان الدراري اللي كانوا دايرين به زعما حاقدين عليه زعما بغى يقصد هنا نيغافون وعبد الغفور والبلان اللي كان وقع فيهم الله اعلم يقدر يكون قصدهم يقدر ما يكونش قصدهم. بالنسبه للنقطه الاخرى قال على انه غادي يبقى يحلم حتى يوصل وانه كل نهار تيشوف النهار اللي قبل منه اش دار فيه ولا واش زاد شي لعبه ولا والو. تعيش بقلبي يما ربي اللي كيسامح كاصي القرعة وكيسانة بس نص من ابتسامة انك ندم قلي يلا شحال من واحد تيبان لي على انه ساهل ترابي وساهل تجمع لي فان ولكن في الاول ما تيكون مامن بك حتى واحد وما تيبارطاجيك حتى واحد. داكشي علاش بالمناسبه بغيت ندوز لكم واحد الميساج بالخصوص الدراري اللي تيرابيو واللي يلاه بداو حاول تعطي راسك واحد القيمه وخدم على الخدمه ديالك تقاتل شوف تعلم من هنا تانسبيرا من هنا. انسبيراسيون ماشي عيب، العيب الوحيد اللي كاين في الراب هو الا كنتي نقال الا كنتي تجيب شي لعبه كوبي كولي، اما الا كانت الانسبيراسيون ماشي عيب بدا تقاتل على راسك امن براسك باش يامن بك بنادم وغادي يجي واحد النهار ثق بيا اللي غادي بارطاجي كلشي وغادي تولي سميتك مسموعه. هادشي اللي كان معكم عبد الرحمن بن نور من قناه بينو 16. نتمنى هاد الحلقه هادي تكون نالت الاعجاب ديالكم، الا غلطت في شي لعيبه خليوها ليا في كومونتير وتسناو غدا الريفيو ديال الفرده. هادشي اللي كاين تشاو اميغوس.